ودلوقتي بيشرفنا المهندس عادل كامل مهندس بشركة لينك مصر انترناشنال. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حابة أعرف الأول رأي حضرتك في معرض النهاردة. هو ده معرض متخصص، ده بيساعدنا إحنا كشركات إن نلاقي الزبون اللي هو جاي مخصوص علشان يلاقي متطلباته. إحنا شركة تخزين، يعني بنعمل أي أنظمة تخزين خاصة بالمصانع، فلما العميل بيجي هنا بيلاقي احتياجاته. طيب ممكن نعرف نبذة عن الشركة؟ الشركة ابتدت سنة 93، ابتدت بمصنع واحد في مدينة العاشر من رمضان. النهاردة احنا عندنا المصنع رقم 4 نتيجة النجاح لعملية الشركة داخل السوق المصري والتصدير. شركة عالمية، يعني انشأت فين؟ هي شركة مصرية لكن سبورتد ببارتنرز من بره، هم اللي بيساعدونا ان احنا نشتغل بنفس الاسلوب اللي بتشتغل به الشركات في العالم كله، لان انظمة التخزين ما هيش حاجة حديثة، انظمة التخزين دي موجودة في العالم من زمان، فلازم عشان تشتغلي على مستوى عالمي يكون لك سبورت من بارتنرز اخرين. حضرتك ممكن تكلمنا عن المنتجات اللي نازلين بيها في المعرض؟ انا شايف المنتج ده، حضرتك ممكن تكلمنا عنه؟ احنا كل سنه بنخش بحاجه جديده، السنه دي احنا دخلنا بحاجتين جداد. الحاجه الاولانيه حاجه بنسميها راك كلاد بيلدينج. راك كلاد بيلدينج يعني انا بستخدم الركات بتاعتي او الارفف بتاعتي كمبنى، لانه المبنى في الحقيقه هو عباره عن قوائم وكمر، والمنتج بتاعي هو عباره عن قوائم وكمر. المبنى بيتحمل الويند بريشر او تاثير الهواء او تاثير الزلازل، فانا لو قدرت اقوي التركات بتاعتي انها تتحمل تاثير الهواء والزلازل اقدر اكون بيها مخزن. ده من ناحيه العميل بيبقى اوفر نتيجه ان انا ما خليتوش يبني مبنى، انا خدت الركات اللي هو محتاجها في الاساس وعملتها مبنى، فده بيخفض تكلفه المنشاه طبقا للارتفاع. ده بالنسبة للمنتج الأول، المنتج الثاني بقى؟ المنتج الثاني هو منتج الفيوتشر، ذا فولي اوتوميشن ستورينج سيستمز. يعني في بعض المصانع الكبيرة محتاجة إن المخزن بتاعها تتحرك فيه المنتجات من غير تدخل البشر، لأنه عنده منتجات كتيرة بكميات كبيرة، لو أنا ما استخدمتش الاوتوميشن ممكن يكون عندي اكسيدنتس، ممكن يكون عندي ديلي في ان انا اجيب الحاجه، ممكن تبقى عندي اخطاء في تخزين او استدعاء المنتج المراد تخزينه. بالفول اوتوميشن سيستم اللي الشركه في المعرض ده بتقدمه بنتلافى كل الاخطاء دي، وبالتالي في خلال فتره ما احنا بنقول within 5 years ممكن السيستم ده تو باي باك ويبقى بعد كده كلها ارباح بإذن الله إن شاء الله. طيب هل في عروض مخصصة للمعرض اليومين دول؟ دايما في عروض للشركات طبعا. هو ما نقدرش نقول كده لأنه إحنا ما بنعملش منتج نمطي، إحنا بنعمل منتج له علاقة بالتصميم، يعني في الأول لازم أدرس احتياجات العميل بالظبط ومنها أقدر أديله الحل المظبوط. فعروض، كلمة عروض لا تنطبق على المنتج بتاعنا. طيب حضرتك شايف طبعا من الاقبال اول يوم ولسه الايام الجايه باذن الله، هل الاقبال كويس؟ دايما اول يوم بيبقى العملاء بيتفرجوا، لكن ما نقدرش نقيس من اول يوم مدى كفاءه المعرض، لكن ممكن بعد يومين او ثلاثه نقول ايوه المعرض ده معرض كان السنه دي متميز، لكن هو اكيد كمعرض متخصص هو ضلتنا يعني. صح، اتشرفت بحضرتك المهندس عادل كامل، شكرا جزيلا، ميرسي. خير كمان.